إذا كنت ممن يعانون من الأكزيما وحكتها المزعجة، إليك هذه الطرق الطبيعية لعلاج الأكزيما في المنزل فيما يأتي. ما يقارب 32 مليون شخص يعانون من الأكزيما، والتي عادة ما يصاحبها الجلد الأحمر والحكة المزعجة. قد تساعد الستيرويدات الموضعية في التخفيف من أعراض الأكزيما، إلا أنها يمكن أن تسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك استخدام الستيرويدات على المدى الطويل، لذلك فإن الأكزيما عادة ما تكون مشكلة جلدية مزمنة. إليك علاجات طبيعية للأكزيما، والتي تساهم في التخفيف من الأعراض المزعجة. 1. البروبيوتيكو. عرف عن البروبيوتيك بكونه مفيد وصحي للجهاز الهضمي والحفاظ على أمعاء سليمة، كما أنه يقوي المناعة ويعزز صحة البشرة. أظهرت الدراسات أن البروبيوتيك عندما يؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات، يمكن أن تساعد في منع الإصابة بالأكزيما عند الرضع. والأبحاث للبالغين كانت أقل وضوحاً حول إمكانية الشفاء والدور الذي يلعبه البروبيوتيك في علاج الأكزيما، إلا أن الواضح من أنه يساهم في تخفيف شدتها. يعتقد أن البروبيوتيك يساهم في استعادة التوازن للبكتيريا النافعة في القناة الهضمية والحد من حدوث الالتهابات، بما فيها التهابات الجلد كالأكزيما. يمكنك الحصول على البروبيوتيك من بعض الأطعمة مثل اللبن، مخلل الملفوف، والكفيار، والمكملات الغذائية. 2. زيت جوز الهندي. وفقاً للجمعية الوطنية للأكزيما، National Eczema Association، أكثر من 90% من الناس الذين يعانون من الأكزيما، يكون ذلك مصحوباً بوجود بكتيريا ستاف التي لا تسبب العدوى، والتي تستعمل على الجلد أو في الأنف. العلاقة بين هذه البكتيريا والأكزيما لا لان غير واضحة، فالباحثون حتى الآن لم يستطيعوا حتى الآن تحديد إذا كانت بكتيريا ستاف تسبب الأكزيما، أم هي أحد الأعراض الجانبية للأكزيما، أو إذا ما كانت تلعب دوراً في تفاقم الأعراض. في دراسة نشرت في مجلة التهاب الجلد، درماتيتس، تم تقييم المرضى الذين يعانون من الأكزيما لبكتيريا ستاف على الجلد، ثم استخدموا إما زيت جوز الهند البكر أو زيت الزيتون البكر مرتين في اليوم في 2 من المواقع غير المصابة لمدة 4 أسابيع. الأشخاص الذين كانوا يعانون من الإصابة ببكتيريا ستاف وتلقوا العلاج بزيت جوز الهند البكر، تعالج أغلبهم ما عدا 5%. هم الذين تعالجوا بزيت الزيتون البكر، كانت نسبة الشفاء 5% والباقي لم يتم علاجهم. 3. زيت السمك. في دراسة نشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، British Journal of Dermatology، أعطي المرضى الذين يعانون من الأكزيما 5.7 جرام من مكملات أوميغا 3 حبات يومياً لمدة 8 أسابيع. وفي نهاية البحث تبين أن المشتركين الذين كانوا يستخدمون المكملات الغذائية شهدوا تحسناً كبيراً في أعراض الأكزيما. توجد الأحماض الدهنية أوميغا 3 في الأسماك الدهنية، مثل السلمون، سمك السلمون والماكريلي، والمحار وبلح البحر. لذا فإن تناول الأسماك قد يساعد على تحسين الأكزيما. وتتوفر مكملات زيت السمك على شكل سائل وكبسولات وحبوب. 4. الألوفيرا. الألوفيرا في علاج العديد من المشاكل الجلدية ومن بينها التخفيف من أعراض الأكزيما. تعمل الألوفيرا على تهدئة الجلد وتبريده، وتقلل جفاف الجلد وتخفف من الحكة والألم. ويمكن الحصول عليها من نبتة الألوفيرا الطبيعية باستخدام المادة الهلامية التي تحويها، أو من خلال منتجات موجودة في الصيدليات. يمكن استخدام جل الألوفيرا على الجلد بعد الاستحمام وقبل النوم للحصول على أفضل النتائج. 5. الوخز بالإبر. الوخز بالإبر قد لا يكون علاج منزلي كسابقه من العلاجات، إلا أنه يدخل ضمن عالم العلاج الطبيعي والطب التقليدي، وهو فن الشفاء القديم الذي نشأ في الصين منذ آلاف السنين. خلال عملية الوخز بالإبر، يتم إدخال إبر رقيقة من خلال الجلد في نقاط معينة على الجسم لتغيير تدفق الطاقة. في الطب الصيني التقليدي، غالباً ما تعتبر الأكزيما حالة من الحرارة أو الطاقة الزائدة في الجسم.
وفي دراسة نشرت في مجلة ألغي، تلقى المرضى المصابون بالأكزيما الوخز ببأبر الصينية، فكانت النتائج أن ذلك ساعدهم على خفض الإحساس بالحكة، وردود فعل الجلد كانت أقل حدة. شكراً على المشاهدة.